افتتح معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الثاني للنفط الثقيل بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز وبدعم من شركة نفط البحرين بابكو وشركة تطوير للبترول، وذلك لبحث مشروع تحديث مصفات البحرين والمشاريع ذات العلاقة بالغاز الطبيعي والنفط الثقيل. معايير وأساليب حديثة فرضت نفسها من استخراج النفط الثقيل إلى مرحلة تكريره، فالنفط الثقيل له طبيعة خاصة تتطلب الوقوف عنده لمعرفة الآفاق المستقبلية والتحديات التي تواجه هذه الصناعة ليفرض نفسه في الأسواق، منذ أن بدأت شركة تطوير للبترول بتطبيق أول مشروع للنفط الثقيل في عام 2012. أن هيئة النفط والغاز تسعى إلى استقطاب مثل هذه المؤتمرات، واليوم المؤتمر يقام للمرة الثانية يعنى بالنفط الثقيل. طبعاً شاركنا شركات عالمية وأخوتنا في دول مجلس التعاون اللي يسعون إلى زيادة الإنتاج من النفط الثقيل. طبعاً النفط الثقيل يحتاج إلى تطبيق بعض التقنيات الحديثة من ضخ الحرارة لكي يتحرك النفط، ويعني شركة تطوير يعني جربت كثير من التقنيات في هذا المجال، وقامت مثل هذه المؤتمرات هي فرصة لتبادل المعلومات والخبرات، خصوصا في هذا الوقت اللي انزلت فيه أسعار النفط. الجميع بحاجة إلى خفض كلفة استخراج النفط الثقيل بشكل أساسي. تحديات متنوعة أجمع عليها الباحثون للنفط الثقيل، وهو التحدي المرتبط بالتكرير نظرا لخصائص ومكونات النفط الثقيل لاحتوائه على نسب مرتفعة من الشوائب، وكون أن العديد من المصافي القائمة مصممة لتكرير نوع محدد من الخام، لذا يتطلب إجراء عمليات تطوير لتلك المصافي لتكون قادرة على تكرير النفط الثقيل لإعطائه مكانة جيدة في مشروع الطاقة العالمي. والفترة هذه بالنسبة للشركات، سواء شركات العالمية أو سواء شركات الوطنية، فترة جدا مهمة خصوصا في تذبذب أسعار النفط، فتبادل الخبرات، تبادل أفضل الممارسات كذلك التي تؤدي إلى تخفيض النفقات بيكون هو محط أنظار الجميع. فإحنا نفخر أن بابكو نكون المشارك الرئيسي وداعمين لهذه الفعالية تحت توجيهات معالي وزير النفط القيادة الرشيدة. أهمية المعرض تكمن في وجود عدد كبير من الشركات الرئيسية في إنتاج النفط الثقيل تجتمع اليوم في البحرين، وهذه فرصة لنا نأتي من السلطنة ونشارك الخبرة الموجودة لدينا، وأيضا نستقي الخبرة القادمة من بعض الشركات. هذا التعاون ما بين الشركات الموجودة في المنطقة راح يعزز من أهمية إنتاج النفط الثقيل. رفع مستوى مصافي التكرير وتطوير تقنيات استخراج النفط الثقيل حتما ما تجلب معها العوائد الإيجابية رغم ارتفاع التكاليف المصاحبة لهذه الصناعة، فهي من تستحق البحث والدراسة وتبادل الخبرات بين الدول المنتجة للنفط، ومن الواجب التشجيع على الاستثمار فيها وإمكانية تطويرها بشكل مستمر. من مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الثاني للنفط الثقيل يبحث من خلاله أحدث الوسائل والتقنيات المتبعة لتكرير النفط الثقيل باعتباره مصدرا مهما من مصادر الطاقة الإحفورية. إيمان شرف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.